لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلب جيجي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات طبيعية مع جيجي. النهاردة وصفتنا جميلة جدا، وصفتنا النهاردة بمكونات بسيطة، وصفتنا للبشرة الشاحبة للبشرة الجافة. عايزة اقولك ان الوصفة بتاعتنا النهاردة بتفتح البشرة وكمان بترطبها وبتصفيها من اي مشاكل، خاصة لو في عندك حب شباب او بشرتك بتتأثر بالشمس. النهاردة ان شاء الله وصفتنا دي مكوناتها بسيطة وهتفتح البشرة وهتعالج لك مشاكل كتير جدا جدا من البشرة. ايه المكونات اللي انا هستخدمها النهاردة؟ مكونات بسيطة موجودة عندنا كلنا. انا هحتاج معايا معلقتين من اللبن المجفف، اي نوع من اللبن المجفف بتجيبيه من الصيدلية، وكمان هحتاج قطعتين من الجبنة المثلثات، وهحتاج قطرتين من الليمون. انا مش عايزاك تحط ليمونة كلها، لو بشرتك حساسة بلاش ليمون خالص، لكن لو بشرتك عادية وتقدري تتحملي الليمون حطي قطرتين بس من الليمون على الخلطة بتاعتنا دي. يلا هنعملها دلوقتي مع بعض وهقولك تستخدميها ازاي وقد ايه. خليكي مع جيجي اوعي تروحي بعيد. انا هجيب الطبق بتاعي، هبدأ اضيف فيه الجبنة المثلثات، ادي قطعة وادي القطعة التانية. كل اللي انا هعمله هعصر قطرتين او تلاتة من الليمون، هبدأ اضيف الليمون على الجبنة بالشكل ده، وكمان هضيف اللبن المجفف. هنبدأ نقلبه طبعا كويس جدا وندعكه كويس جدا، ندعك المكونات كلها في بعض عشان نخليها قوامها يكون كريمي معانا بالشكل ده. هنبدأ نقلبها طبعا كويس جدا زي ما انتم شايفين كده عشان امسك الجبنة مع اللبن البودرة اللي انا كنت مجهزاه اهو. هنقلبها كويس جدا مع بعض. مع التقليب هنبص دلوقتي هنلاقي قوامها هيكون كريمي، وهقولك دلوقتي هنستخدمها ازاي. حبايب قلبي جيجي كده الوصفة بتاعتنا يا بنات بقت جاهزة زي ما انتم شايفين كده، شايفين القوام بتاعي بقى كريم ازاي. انا هستخدم الكريم بتاعنا الجميل ده كل يوم الصبح اول ما تقومي النوم، حاولي تستعمليه على بشرة نظيفة، تغسلي بشرتك كويس جدا بالماء الجليسري، بالماء الدافئ وصابون جليسرين او طبي، لان طبعا لازم بشرتنا تكون نظيفة قبل ما نحط اي ماسك. ممكن تستعمليه برضو بالليل، جميل جدا جدا للبشرة، بيخلي البشرة نضرة وجميلة، وخاصة البشرة الشحبة البشرة الجافة في فترة الشتاء بيبقى الجلد جاف كده. لو استعملتي الوصفة دي هتطري بشرتك وهتنعمها وبتبيض البشرة وبتصفيها وبتخليها دايما نضرة وطرية. استعملي الوصفة دي مرة او مرتين في اليوم وان شاء الله فوائدها جميلة جدا. لو اتبقى منك كمية ممكن تعبيها في علبة صغننة وتحطيها في التلاجة وتستعمليها عادي تاني يوم. حبايب قلبي دي كانت الوصفة بتاعتنا، يا رب تعجبكم وتستفادوا بيها. اذا عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لايك للفيديو وشيروا لكل اصحابكم على الانستجرام والفيسبوك وجوجل بلس واتساب، واستنوا جيجي في وصفة جديدة مع جيجي للوصفات الطبيعية. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.